مساء الخير، انا شيماء من 5 ميديكس تيم، والنهارده هنتكلم عن الليبيد ميتابوليزم. المحاضره الاولى، اول حاجه الليبيد ميتابوليزم. الليبيد ميتابوليزم عندنا بينقسم الى الليبيد انابوليزم والليبيد كاتابوليزم. الليبيد انابوليزم يعني بناء ليبيد، والليبيد كاتابوليزم يعني هدم الليبيد. طب ايه اصلا الليبيد اللي انا باخدها في الاكل او الدايت بتاعي؟ الليبيد اللي انا باخدها في الاكل بتاعي 90% منها بيكون تراي جليسترايد. تراي جليسترايد زي ما احنا خدنا في الفاونديشن، هو عبارة عن كحول جليسترول ماسك فيه 3 فاتي اسيد، يبقى هو جليسترول زائد 3 فاتي اسيد. 90% من الليبيد اللي انا باكلها بتكون ان فورم اوف تراي جليسترايد. جميل. طب والباقي 10% دول بيكونوا ايه؟ 10% دول بقى بيكونوا فوسفوليبيد، بيكونوا كوليسترول، بيكونوا كوليسترول استر وفري فاتي اسيد. طيب الترايجليسترايد لما بيدخل الجسم بيتحد او بيشيلوا حاجه، المركب اللي بتشيل الترايجليسترايد بتكون اسمها كايلومايكرون. انا عندي في جسمي مراكب بتشيل الليبيد اللي انا باكلها اسمها لايبوبروتين، عشان تتحرك بيه في الدم. احنا عارفين ان الليبيد مش بتدوب في الميه، فبالتالي هي محتاجه حاجه تشيلها عشان تمشي بيها في الدم، وده اللي بيعمله الكايلومايكرون او اللايبوبروتين. يجي الكايلومايكرون شايل الترايجليسترايد، فلما الاثنين دول مع بعض يجوا في الدم يعملوا لي ميلكي ابيرانس للبلد، يعني يبقى شبه اللبن. بعد ايه؟ لما انا اكل وجبه مليانه فات. ليه بقى؟ من اللي عمل الميلكي ابيرنس ده الترايجليسترايد مع الكايلومايكرون. جميل. يجي انزيم يفصل لي الترايجليسترايد عن الكايلومايكرون ويكسر لي الترايجليسترايد، اسمه ايه الانزيم ده؟ اسمه لايبوبروتين لايبيز. طيب بما ان هو فصل لي الكايلومايكرون عن الترايجليسترايد وخلالي الدم يرجع زي ما كان وشل لي الميلكي ابيرنس، عشان كده بسميه كليرينج فاكتور. ليه كليرينج فاكتور؟ لانه خلص لي الدم من الميلكي ابيرنس اللي كان حاصل بسبب ارتباط الكايلومايكرون مع الترايجليسترايد. طيب دلوقتي اللايبوبروتين لايبيز ده موجود فين؟ قال لي موجود في الاندوثيليال لاير بتاعه الكابيلاريز. ادي الكابيلاريز عندنا في طبقه كده على الجناب اسمها اندوثيليال لاير، بيكون فيها اللايبوبروتين لايبيز الانزيم ده موجود في الكابيلاريز بتاعه الاديبوس تيشو، وموجود في المصل، وموجود في الهارت، عشان الثلاثه دول بيستخدموا الفاتي اسيد كسورس اوف انرجي، فعشان كده لازم يكون فيه موجود مين؟ لايبوبروتين لايبيز. جميل. نكمل. يجي الترايجليسترايد باللايبوبروتين لايبيز يتحول لي لجليسترول وثلاثة فاتي اسيد. زي ما قلنا اللايبوبروتين فصل لي الترايجليسترايد عن الكايلومايكرو وحلل لي الترايجليسترايد لجليسترول وثلاثة فاتي اسيد، رجع لاصله زي ما كان. الجليسترول اللي اتفك ده يروح للتيشوز اللي عندها اكتيف جليسروكاينين ويتحول لي لكربوهيدرات. الفري فاتي اسيد بقى الموجودة عندي بي على حسب انا في فيد ستيت ولا في فاستنج ستيت. لو انا في فيد ستيت يبقى انا ايه؟ مش محتاج ان انا اكسر بقى ليبيد، فانا هخزنها بقى في ايه؟ هخزنها في الاديبوس تيشوز على هيئه ترايجليسترايد. هجيب جليسترول وهجيب الفاتي اسيد بتاعتي واخزنهم على هيئه ترايجليسترايد في الاديبوس تيشوز. جميل. طب لو انا بقى في فاستنج ستيت وما عنديش كربوهيدرات، هرتبط بالالبيومين، هرتبط الفاتي اسيد هرتبط بالالبيومين وتباس للايه؟ للتيشوز عشان تعمل لي انرجي. تمام. الاديبوس تيشوز او الاديبوس سيل دي متخصصه في ايه؟ متخصصه ان هي تصنع لي وتخزن لي الترايجليسترايد. ده في حاله ايه؟ طالما انا بخزن يبقى انا على طول في فيد ستيت. ما هو انا زايد عندي دلوقتي، انا باكل كربوهيدرات معايا وجالي اكل فري فاتي اسيد او ليبيدز، هعمل ايه؟ انا مش محتاجه اكسرها دلوقتي، فانا هخزنها. كمان بتحول الليبيد دي موبلايزيشن انتو فاتي اسيد وجليسترول، بتحول التريجليسترايد لفاتي اسيد وجليسترول اللي بيتنقلوا للانسجه الثانيه
عن طريق البلد. ده لو انا في حالة ايه، لو انا في حالة فاستنج ستيت والتيشوز عايزة انرجي، فالتيشوز هتعمل ايه؟ التيشوز هتقول للاديبوز سيلز لو سمحتي احنا عاوزين انرجي، فطلع لنا الفاتي اسيد والجليسرول اللي عندك عشان احنا عاوزين انرجي. طيب الكاتابوليزم بتاع الترايجليسرايد اسمه لايبوليسيس، يعني تحلل، وتصنيع الليبيد اسمه لايبوجينيسيس. اصدام باي ايه؟ تيشو لايبيز. التحلل ده اللايبوليسيس ده بيحصل لي بواسطة انزيم اسمه تيشوز لايبيزس. يجي التراي اسايل جليسترول او تراي جليسترايد بهرمون سنسيتيف لايبيز انزيم يشتغل عليه، اختصاره HSL، يخرج لي واحد فاتي اسيد، يخرج لي اول فاتي اسيد، يبقى انا فاضل عندي اتنين فاتي اسيد، يبقى داي اسايل جليسترول كحول وماسك فيه اتنين فاتي اسيد. يجي انزيم تاني اسمه داي اسايل جليسترول لايبيز يطلع لي فري فاتي اسيد كمان، يبقى اتفضل عندي مونو اسايل جليسترول. المونو اسايل جليسترول يشتغل عليه انزيم كمان اسمه مونو اسايل جليسترول لايبيز يطلع لي فاتي اسيد، يبقى انا كده خلاص طلعت التلاتة فاتي اسيد بتوعي، يتفضل عندي الجليسترول. جميل. الجليسترول اللي باقي ده بعمل بيه ايه؟ الجليسترول اللي باقي ده بستخدمه في الليفر، الكيدني، الانستين اللي هي الامعاء، واللاكتيتنج ممر جلاند. ليه بقى؟ علشان اعمل فيه جلوكينوجينيسيس، تصنيع كربوهيدرات. ليه بقى؟ لان الانسجه دي او التيشو دي عندها اكتيف جليسترول كاينيز انزيم. طيب الجليسترول كاينيز انزيم ده اساسا بيعمل ايه؟ الجليسترول كاينيز انزيم ده بيشتغل على الجليسترول، يخليه جليسترول 3 فوسفات عن طريق ان هو بياخد فوسفات بوند من الاي تي بي، تبقى اي دي بي، وخدت الفوسفات ضفتها للجليسترول بقى جليسترول 3 فوسفات. يجي الجليسترول 3 فوسفات زي ما احنا خدنا في البلد، ويروح لي يرجع لي تاني ك جلوكوز عن طريق الجلوكيونوجينيسيس. بيحصل فين الكلام ده؟ بيحصل مينلي في الليفر. طب بيقول لك ان الاديبوز تيشوز ما عندهاش جليسترول كاينيز، فما تقدرش تستخدم الجليسترول اللي هي كسرته وطلعته ده، ما بتقدرش ان هي تعمل له جلوكيونوجينيسيس، فالاديبوز تيشوز مش بيحصل فيها جلوكيونوجينيسيس. يجي حد يقول لي ايه؟ طيب الجليسترول 3 فوسفيت اللي موجود اصلا في الاديبوز تيشوز ده جاي منين؟ اقول لك انا، ده جاي منين؟ من الذهب. من الذهب ده داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، اخدناها في البلد برضه. الفاتي اسيد بقى ايه اللي هيحصل في الفاتي اسيد؟ الفاتي اسيد بتروح الليفر، الهارت، الكيدني، السكيليتال ماسل، عشان دول محتاجين ايه؟ سورس اوف انرجي. فاتي اسيد سورس اوف انرجي للتيشوز دي. بيقول لك ان البرين والار بي سيز مش بتقدر ان هي تستخدم الفاتي اسيد فور انرجي برودكشن، زي ما احنا عارفين ان الار بي سيز ما عندهاش ميتوكوندريا، فبالتالي ما بتقدرش ان هي تستخدم الفاتي اسيد. جميل. الترايجليسرايد اللي بيتخزن في الاديبوز تيشوز بيحصل له لايبوليسيس اللي هو هيدروليسيس، ان هو بيتكسر، او بيحصل له ريستريفيكيشن او ستورج. ريستريفيكيشن يعني بضيف له او اتش، يعني تخزين. طيب بيقول لك ان البالانس ما بين اللايبوليسيس والاستريفيكيشن ده بيحدد لي الليفل بتاع الفري فاتي اسيد. ايوه، ما انا طول ما انا بكسر ترايجليسرايد كتيره هيبقى انا عندي فري فاتي اسيد كتيره، يبقى انا عندي معدل اللايبوليسيس عالي، يبقى انا عندي الريستريفيكيشن قليل. يعني كل ما كسرت الترايجليسرايد هيبقى عندي فري فاتي اسيد اعلى، يبقى الريت بتاع اللايبوليسيس اعلى. بيقول لك ان الريت اوف لايبوليسيس لو كان اكبر من الريت اوف ري استريفيكيشن هتزود الفري فاتي اسيد في البلازما، وده في حاله الفاستنج ستيت. اكيد، ما انا في حاله الفاستنج ستيت محتاج الترايجليسرايد تبقى عاليه، او بان انا بكسر ترايجليسرايد بعمل لايبوليسيس كتير. نيجي للميتابوليزم بتاع التراي اسايل جليسرول. احنا قلنا مين السورس بتاع الفري فاتي اسيد عندنا؟
اول حاجه اللايبوليسيس بتاعه ترايجلسرايد في الاديبوز تيشوز، والاكشن بتاع مين؟ بتاع اللايبوبروتين لايبيز اون تراي اسايل جليسرول اوف كايلومايكرون والفي ال دي ال، دول اسمهم لايبوبروتين هناخدهم قدام. اللايبوبروتين لايبيز بيشتغل على التراي اسايل جليسرول ويفكلي ويفكهم لي لان هما مرتبطين بالكايلومايكرون والفي ال دي ال، فبيطلع لي فري فاتي اسيد كتير. الريجوليشن بتاع اللايبوليسيس بينقسم لقسمين، اما انا في فيد ستيت او اما انا في فاستنج ستيت. لو انا في فيد ستيت يا جماعه، فيد ستيت يعني انا باكل كربوهيدرات، يبقى انا هخزن ليبيد. باكل كربوهيدرات يبقى انا هخزن ليبيد، يعني حبني ليبيد، يبقى انا هعمل لايبوجينيسيس. طب انا باكل في حاله فيد، اللي بيتفرز مين؟ اللي بيتفرز على طول انسولين. الانسولين ده معروف ان هو بيعمل دي فوسفوريليشن، يبقى انا فيد ستيت على طول دي فوسفوريليشن انسولين. يبقى بيقول لك ان السي اتش او ار يوزد از ا فيول، جميل، اند بريكورسر اوف فاتي اسيد سينثيسيس، جميل. انا اكلت خلاص وخلصت، فانا دلوقتي حبني من الكربوهيدرات اللي عندي، حبني فاتي اسيد وخزنها، هعمل لايبوجينيسيس. فبيقول لك ان الانسولين ده لازم ينهبت ال HSL او الهرمون سنسيتيف لايبيز، بيعمل له انهبيشن. ليه؟ لان انا دلوقتي مش محتاج ان انا اكسر ليبيد، لان انا في فيد ستيت الكربوهيدرات مكفياني ومخلياني مش محتاج ان انا اكسر فاتي اسيد، فهعمل انهبيشن لللايبوليسيس عن طريق ان انا بعمل ايه؟ دي فوسفوريليشن مهمه. انسولين في الستيت دي فوسفوريليشن على طول يوقف اللايبوليسيس. طب لو انا في حاله فاستنج ستيت، لو انا في حاله فاستنج ستيت بقى السي اتش او ستور يعني الكربوهيدرات اللي انا مخزنها بتخلص، فانا لازم مين؟ فلازم اشتغل على الفري فاتي اسيد او الفاتي اسيد واعمل لها ميتابوليزم او لايبوليسيس عشان استخدمها كسورس اوف انرجي. فمين اللي بيطلع في الفاستنج ستيت بقى؟ اللي بيطلع في الفاستنج ستيت هو الجلوكاجون والابينفرين، تمام؟ فالجلوكاجون والابينفرين دول بيعملوا فوسفوريليشن، يبقى فاستنج ستيت جلوكاجون نور او ابينفرين يعملوا على طول فوسفوريليشن، يبقى على طول في حاله فاستنج. تفتكر فاستنج زود بيه، انا وانا فاستنج ببقى محتاج بيه، يبقى ايه فوسفوريليشن. مين اللي هيعمل فوسفوريليشن؟ الجلوكاجون والابينفرين هيحولوا ال HSL الهرمون سنسيتيف لايبيز بيحولوه لاكتيف فوسفوريليتد فورم، فبالتالي يشتغل اللايبوليسيس، وبالتالي يبقى عندي فيه فاتي اسيد كتير، فبالتالي استخدمها كسورس اوف انرجي. هنبدا موضوع جديد اسمه الاوكسيديشن اوف فاتي اسيد. الاكسيديشن اوف فاتي اسيد معناها اكسده الفاتي اسيد بكسرها علشان احصل على انرجي. عندي 3 انواع، عندي الالفا اوكسيديشن وعندي البيتا اوكسيديشن وعندي الاوميجا اوكسيديشن. بس انا اصلا مش عارف يعني ايه الفا ويعني ايه بيتا ويعني ايه اوميجا وايه الكلام ده. اقول لك اول حاجه، الالفا اوكسيديشن انا عارف ان انا مثلا لو انا عندي مثلا فاتي اسيد، دي الفانكشنال جروب مثلا بتاعه الفاتي اسيد او الكربونه. تاني كربونه دي اللي بسميها او بقول عليها الفا كربون. تالت كربونه هي ديت بتكون البيتا كربون، دي بتكون البيتا وديت شغلنا النهارده. يعني اول واحده دي الفانكشنال جروب، تاني واحده الفا، وتالت واحده بتكون بيتا. اخر واحده خالص بقى في الاخر هي دي اللي بقول عليها اوميجا كربون. فانا يا اما بعمل الفا اوكسيديشن بعمل اكسده في الالفا، او بعمل بيتا اوكسيديشن بعمل اكسده في البيتا، او بعمل اوميجا اوكسيديشن. نيجي لاهم نوع عندي وهو البيتا اوكسيديشن بتاع الفاتي اسيد. ده الايه؟ ده الميجور باثوي اللي بيحصل فيه اوكسيديشن للفاتي اسيد، اهم طريق بكسر منه الفاتي اسيد عشان احصل على طاقه. بيحصل فيه ايه؟ بيحصل ان في كل سايكل من البيتا اوكسيديشن بشيل 2 ذره كربون،
بشيل 2 ذرة كربون، يعني بطلع 2 ذرة كربون من المركب على هيئة ايه؟ على هيئة اسيتايل كو ايه. ليه بطلعهم على هيئة اسيتايل كو ايه؟ بطلعهم على هيئة اسيتايل كو ايه عشان يروحوا السيتريك اسيد سايكل واعرف اطلع منهم انرجي. يبقى هو ده الميجور باثواي بيحصل فيه كل مرة ان انا بشيل 2 ذرة كربون عشان يوديهم من السيتريك اسيد سايكل واطلع منهم طاقة. تمام، بشيل 2 ذرة كربون عن طريق ان انا بقى من الناحية اللي فيها سي او او اتش، عن طريق ان انا بشيل 2 ذرة الكربون دول على هيئة اسيتايل كو اي. بتحصل فين؟ بتحصل في الميتوكوندريا. ليه في الميتوكوندريا بالذات؟ بتحصل في الميتوكوندريا عشان الانزيم اللي مسؤولة عن الباثوي ده موجودة في الميتوكوندريا. طب ايه هي الستيبس؟ اول حاجة لازم يحصل فاتي اسيد اكتيفيشن. الفاتي اسيد ما يقدرش ان هو يدخل بيتا اوكسيديشن من غير ما يحصل له تنشيط. طب ازاي التنشيط ده بيحصل؟ عن طريق ان انا بدخل له كو اي جواه، يعني هو فاتي اسيد بدخل له كو اي جواه. العمليه دي بتحصل فين؟ بتحصل في السيتوبلازم. والاكتيفيشن بيحصل في السيتوبلازم، لكن البيتا اوكسيديشن بتحصل في الميتوكوندريا. اللي بيحصل ان اللونج تشين فاتي اسيد اللي هيكون اكبر من 12 ذره كربون، لاحظوا ان هو اكبر من 12 ذره كربون، هيجي انزيم اسمه السايوكاينيز، او انزيم اسمه، او هو يعني نفس الانزيم اسمه اسايل كو اي سينثيتيز. ولاحظوا كلمه سينثيتيز، يعني بيستخدم اي تي بي، بيكسر لي اي تي بي، بيخليها لي اي ام بي، يعني خسرنا 2 هاي انرجي فوسفيت بوند. في المرحله دي في الاكتيفيشن خسرنا كام؟ خسرنا 2 هاي انرجي فوسفيت بوند. وعن طريق ان انا بدخل كو اي اس اتش كمان عشان اخد منها الكو اي، يطلع لي اسايل كو اي. يبقى انا عندي لونج تشين فاتي اسيد، ضفت له كو اي، من اخدتها منين؟ اخدتها من الكو اي اس اتش. دلوقتي طلع لي اسايل كو اي بانزيم اسمه اسايل كو اي سينثيتيز، خسرت 2 هاي انرجي فوسفيت. خطوة بعد ما عملت اكتيفيشن للفاتي اسيد، بعد ما حصل له اكتيفيشن، محتاج انقله من السيتوبلازم، محتاج انقله للميتوكوندريا. فتاني خطوة عندي بتكون ترانسبورت اوف لونج تشين فاتي اسيد اللي هو اكبر من 12 ذرة كربونة، بنقله للميتوكوندريا. هنقله ازاي؟ هنقله عن طريق الشيال او المركب اللي هتاخده من السيتوبلازم من الميتوكوندريا، عن طريق بروتين اسمه كارنيتين. كارنيتين ده هو عبارة عن البروتين اللي بيشيل الفاتي اسايل كو اي. البروتين ده بيتصنع في الليفر وبيتصنع في الكدني. منين؟ من حمض اميني او امينو اسيد اسمه لايسين. طب ازاي بتحصل الكارنيتين شاتل دي؟ الكارنيتين شاتل دي بيجي الكارنيتين بتاعي بره اهو في السيتوبلازم، الكارنيتين يجي يشيل الاسايل كو اي ويطلع لي الكو اي بره، ويشيل هو الاسايل، يبقى هو اسايل كارنيتين. جه كارنيتين مع الاسايل كو اي، خد منه الاسايل بقى اسايل كارنيتين وطلعنا الكو اي بره. يجي الاسايل عن طريق انزيم ايه؟ عن طريق انزيم اسمه كارنيتين اسايل ترانسفيريز، كارنيتين اسايل ترانسفيريز 1 كات 1 كات 1. يجي الاسايل كارنيتين ده يدخل الميتوكوندريا. بعد ما يدخل الاسايل كارنيتين الميتوكوندريا، يجي انزيم اسمه كات 2. الانزيم ده بقى بيعمل ايه؟ الانزيم ده بيضيف كو اي للاسايل بتاعه الاسايل كارنيتين، يحولها لاسايل كو اي. بيضيف كو اي للايه؟ للاسايل بتاعه الكارنيتين، يتحول الى اسايل كو اي. ضفت كو اي للاسايل بقت اسايل كو اي، وطلعت الكارنيتين تاني، يجي الكارنيتين طالع. طبعا لما بنقل الاسايل كارنيتين ادخله جوه، بدخله بانزيم اسمه ترانسلوكيز. الكارنيتين شاطر، مهمة جدا، بتيجي في امتحانات كتير وبتتكرر، ومن حاجة مهمة. عشان كده لما اجي بعمل تخسيس للناس بديهم كارنيتين. ليه بديهم كارنيتين او بديهم بروتين الكارنيتين دوان في اقراص او غيره؟ علشان هو بيساعد في اكسده الفاتي اسيد.
بيساعد في أكسدة الفاتي أسيد فيخليهم يحرقوا الدهون بسرعة. في أقراص اسمها L-carnitine في الصيدلية برضو بتساعد على حرق الدهون والتخسيس. فبيقولك إن الشورت تشين فاتي أسيد اللي هو أكبر من 12 ذرة كربونة بيدخل الميتوكوندريا على طول من غير ما يحتاج بقى كارنتين شاطر ولا حاجة، وبيأكتيفيتد باي ايه؟ ميتوكوندريال سينثيتيز، بيحصل له اكتيفيشن بالميتوكوندريال سينثيتيز. جميل، يبقى فهمنا كده الكارنتين شاطر. كارنتين بقى اسايل كارنتين، خد من الاسايل كو اي بتاعي الاسايل، طلعنا الكو اي عن طريق كات 1. الاسايل كارنتين دخل الميتوكوندريا عن طريق الترانسلوكيز. اسايل كارنتين بقى كارنتين، طلع الاسايل بتاعته وجبنا كو اي من جوه من الميتوكوندريا، بقينا اسايل كو اي، دخلنا كده الاسايل كو اي جوه كله تمام. نيجي بقى لتالت خطوه وهي الستبس بتاعه البيتا اوكسيديشن. البيتا اوكسيديشن في الفاتي اسيد زي ما اتفقنا ان بعد ما حصل اكتيفيشن بقى عندي الفاتي اسايل كو اي، ضفت له الكو اي بتاعتي اهي، ضفت له الكو اي بتاعتي، وديت بنعتبرها على بعضها الفانكشنال جروب. الفانكشنال جروب بتاعتي بتاعت الفاتي اسايل كو اي، يبقى دي هتبقى الكربونه الفا ودي هتبقى الكربونه بيتا. اللي هيحصل ان هيجي انزيم اسمه اسايل كو اي دي هيدروجينيز، زي ما احنا عارفين دي هيدروجينيز يعني ايه، بيشيل اتش، هشيل اتش من هنا واشيل اتش من هنا، شلنا من الالفا وشلنا من البيتا وشلناهم على ايه، وشلناهم على الفاد، بقى فاد اتش 2. ولاحظ ان ده الدي هيدروجينيز الوحيد اللي بيستخدم فاد، مش بيستخدم النات. نركز بعد كده هيعمل لي مركب اسمه اينويل كو اي. اينويل كو اي عشان فيه دبل بوند هنا تمام. بعد كده يجي الإينويل كو إيه ده يشتغل عليه إنزيم اسمه إينويل كو إيه هيدراتيز، من اسمه هيدراتيز. هيدراتيز يعني هيضيف مية، هزود مية. هزود المية دي فين؟ مش هنا كان في إتش، هضيف لها الإتش، إتش هضيف لها إتش، كان في إتش واحدة ضفت لها إتش، وهنا كان في إتش واحدة ضفت لها أو إتش، يبقى أنا حطيت هنا إتش وحطيت هنا أو إتش بالمية اللي أنا دخلتها، بقى 3 هيدروكسي اسايل كو اي. يجي 3 هيدروكسي اسايل كو اي اهو، عشان مش دي ذرة الكربون رقم 3 تمام، يشتغل عليه انزيم اسمه 3 هيدروكسي كو اي دي هيدروجينيز، زي ما اتفقنا 3 هيدروكسي كو اي دي هيدروجينيز بيشتغل بيشيل اتش 2. بيشيل اتش 2 من ايه؟ هنعرف دلوقتي. هيشيل اتش 2 على الناد، يبقى ناد اتش بلس اتش. الناد اتش بلس اتش ده طلع، طبعا هو هيروح سيتريك اسيد سايكل ويطلع لي انرجي، هيكون لي احنا عملنا ايه دلوقتي، احنا ضفنا، احنا شلنا 2 اتش على ناد. هشيل الاتنين اتش دول منين؟ هشيلهم من هنا، شلت الاتش دي وشلت الاتش دي اهو، بقيت كونت المجموعة دي. لاحظ ان احنا بقى هنا في الكربونة ايه؟ في الكربونة بيتا، فعشان كده احنا سميناها بيتا اوكسيديشن، لان احنا بنغير تركيب الكربونة بيتا اهو. هنا شلنا الاتشتين دول، شلناهم على ايه؟ على نات. طلع لي مركب جديد اسمه 3 كيتو اسايل كو اي. احنا عارفين المجموعة دي احنا بنسميها كيتو، فهي دي بنسميها 3 كيتو اسايل كو اي. يجي انزيم اسمه السايوليز. السايوليز ده يعمل ايه بقى؟ السايوليز ده بمساعدة الكو اي اس اتش هيقسم لي المركب ده، هكون اسيتايل كو اي، لان انا بقى هدخل الكو اي اس اتش من ناحيتين تمام. دخلت الكو اي اس اتش من ناحيتين، طلع لي اسايل كو اي جديد اقل من ذره،
اقل من المركب اللي انا استخدمته، الاصايل اللي انا اصايل كل اللي انا استخدمته بذرتين كربون. وطلع لي اسيتايل كوي، اسيتايل كوي ده ايه؟ هيروح بقى الستريك اسيد سايكل ويطلع لي الاي تي بي بتاعتي. يبقى احنا عرفنا احنا عملنا ايه، يبقى احنا نقصنا الاسايل كوي اللي كان عندي، نقصنا ذرتين كربون على هيئه ايه؟ على هيئه اسيتايل كوي. يجي الاسايل كوي ده بقى يروح الستريك اسيد ايه، يروح البيتا اوكسيديشن تاني ويلف الدوره بتاعته اهو، هيرجع تاني واكمل وينقص ذرتين كربون وهكذا وهكذا، ويطلعوا على هيئه اسيتايل كوي لحد ما في اخر دوره او في اخر سايكل هيطلع لي الاثنين دول اسيتايل كوي، ومن هنا تقف العمليه تماما. نراجع الانزيمات دي، هيدروجينيز هيدراتيز دي هيدروجينيز سايوليز. اللي هيحصل ان انا عندي فاتي اسايل كو اي، عندي ذرة الكربون الفا وذرة الكربون بيتا، دي هيدروجينيز هشيل على فات، بقى فات بقى فات اتش 2، شلت اتش 2 من ذرة الكربون الفا وذرة الكربون بيتا، طلع لي مركب فيه دبل بوند اسمه اينويل. طالما مركب فيه دبل بوند يبقى اينويل على طول. الاينويل ده اينويل كو اي هيشتغل عليه انزيم اسمه اينويل كو اي هيدروتيز، بيضيف ميه، هضيف ميه على هضيف اتش على الكربونه الفا واشيل اتش تي او اتش على الكربونه بيتا، فهيطلع لي 3 هيدروكسي اسايل كو اي. يجي الثلاثة هيدروكسي كو اي يشتغل عليه انزيم 3 هيدروكسي كو اي دي هيدروجينيز، وده هيستخدم الناد وهيطلع لي ناد اتش بلس اتش، هيكون لي هشيل اتش تي منين؟ هشيل اتش من هنا، هشيل اتش من الايه؟ هشيل الاتنين اتش دول من ذرة الكربونة بيتا، عشان كده انا بغير ذرة الكربونة بيتا هنا، وهيطلع لي مركب اسمه 3 كيتو اسايل كو اي. 3 كيتو اسايل كو اي بالثيوليز انزيم بمساعدة كو اي اس اتش، دايما هيطلع لي اسيتايل كو اي واسايل كو اي، ويرجع الاسايل كو اي ده اللي اقل ذرتين كربون يرجع يكرر السايكل مرة تانية. اتمنى تكون واضحة ومفهومة. طيب انا عندي شوية قوانين كده بتسأل عليهم في الامتحان لازم اكون عارفهم. لو انا عايز number of acetyl CoA اللي بتطلع، عايز عدد الاسيتايل CoA اللي بتطلع، لو انا عايز عدد الاسيتايل CoA بقسم عدد الكربون بتاعة الفاتي اسيد او الفاتي اسايل اللي عندي على 2. اكيد ما انا كل سايكل بيطلع لي، كل سايكل بيطلع لي كام؟ بيطلع لي 1 اسيتايل كو اي، وفي اخر سايكل بيطلع لي 2 اسيتايل كو اي، فعدد الاسيتايل كو اي بقسم عدد الكربون على الاثنين. طيب النمبر اوف راوند بيطلع لي عن طريق ان انا بجيب النمبر اوف كربون على 2 ناقص 1. النمبر اوف اسيتايل كو اي بجيبه عن طريق ان انا بقسم عدد ذرات الكربون على 2، طبيعي لان انا كل سايكل عندي بيطلع لي 1 اسيتايل كو اي، فبالتالي انا مثلا لو عندي فاتي اسيتايل كو اي فيه 10 على 2 هيطلع لي كام؟ 5 اسيتايل كو اي. اكيد 5 اسيتايل كو اي، ليه؟ لان انا كل سايكل او كل اسيتايل كو اي فيه 2 كربونه، فبالتالي 10 على 2 وانا بطلع كل مره 2 كربونه، فبالتالي 10 على 2 فيها الخمسه، فعشان كده عدد الاسيتايل كو اي بيساوي عدد الكربونز على 2. حلو. طب عدد الدورات، عدد السايكلز او عدد الراوندز بيساوي عدد الكربون على الاثنين ناقص 1. بمعنى ان انا وعندي فاتي اسايل في 10 ذرات كربون، اول دوره هيبقوا 8، بعد كده هيبقوا 6، بعد كده هيبقوا كام؟ 4. مش انا كل مره بفقد 2 وكده على هيئه ايه؟ على هيئه اسيتايل كو اي، يبقى 10 8 6 4، وبعد كده الاربعه دول يبقوا كام؟ 2. يبقى دول كام دوره؟ ما هي دي هتبقى اخر دوره، اللي هو 4 ذرات كربون هتبقى اخر دوره، لان انا بفقدهم 2 و2.
فبالتالي عدد الراوند بيساوي عدد ذرات الكربون على الاتنين، لأن آخر دورة بيطلع لي 2 أسيتايل كوي. أتمنى تكون النقطة دي مفهومة. يعني هما كانوا 10، بقوا 8، بقوا 6، كل مرة بفقد 2، وفي آخر دورة بقوا 4 ذرات كربون. 4 ذرات كربون في آخر دورة هينقسموا أسيتايل كوي وأسيتايل كو إيه، يبقى هي دورة واحدة طلعت لي 2 أسيتايل كوي، يبقى الدورة عدد ذرات الكربون على 2 ناقص 1. القوانين دي تتحفظ وبتيجي في الامتحان. طب number of round بيساوي ايه؟ ال number of ناد اتش، ايوه صح، وال number بتساوي ال number of fed اتش 2، يبقى بتساوي عدد الناد اتش بلس اتش والفاد اتش 2. بمعنى لو عندي example هنا، عندي بالميتيك اسيد، البالميتيك اسيد فيه 16 ذرة كربونة. حد قال لي كده قولي لي عدد الاسيتايل كو اللي فيه، على طول هقسم 16 على الاتنين، يبقى كام؟ يبقى عندي 8 أسيتايل كو إيه. التمانية أسيتايل كو إيه لما يروحوا الستريك أسيد سايكل دول، كل أسيتايل كو إيه زي ما احنا واخدين بيطلع 12 ATP. لما هيطلع 12 ATP، فأنا هضرب 8 في 12، بقول لك مثلا احسب لي عدد الATP الناتجة من البالميتيك أسيد أو البالميتات، فهيطلع لي 96 ATP بس من التمانية أسيتايل كو إيه. حلو، وأنا كل دورة عندي هجيب عدد الراوندز، هو 16 ذرة كربون، يبقى 16 على 2 ناقص 1، يبقى كام؟ 7. يبقى أنا عندي 7 دورات، السبع دورات كل دورة بيطلع ناد اتش بلس اتش وفاد اتش 2، يبقى أنا وكل ناد بيديني 3 ATP، وكل فاد بيديني 2 ATP لما بيروح الإلكترون ترانسبورت تشين، فأنا هضرب 7 في 2 هيطلع لي عدد الـ ATP الكلي توتال، هيبقى 131 ATP. تمام، يعني انا دلوقتي جبت عدد الراوند. عدد الراوند دايما بيساوي ايه؟ بيساوي عدد الناد اتش بلس اتش وعدد الفات. القوانين دي مهمه جدا. وعدد الاسيتايل كو ايه بيساوي النمبر اوف كربون على الاتنين، فعشان كده كل اسيتايل كو ايه بيديني 12 ATP لما بيروح الستريك اسيد سايكل. بقينا ضربنا 8 في 12 بقينا 96، جبنا عدد الراوند 16 على 2 ناقص 1 7، يبقى 7 ناد و7 فات، نضرب بكل واحده بتطلع كام ATP ونحسب التوتال. جميل، بس اوعى اوعى ننسى خطوه مهمه جدا 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 جدا. ايه بقى؟ ايه بقى اللي انا طلعت 131 ATP، بس انا نسيت خالص ان في الاول كان حصل اكتيفيشن للفاتي اسيد واستهلكت كام؟ استهلكت 1 ATP 2 ATP، فلما استهلكت 2 ATP لازم انا احسب اللي نقصته من اللي كسبته. بمعنى انا طلعت 131 ATP بس انا استهلكت في الاكتيفيشن كام؟ استهلكت 2، يبقى اطرحهم مهمة جدا 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 وبتتنسي دايما في الامتحان، بتتنسي. هيبقى كام؟ هيبقى 129 ATP، مهمة جدا. بيقولك لو قالك بقى احسب لي البالميتويل كو ايه او الاستريول كو ايه، الاتنين دول مش حي ايه؟ مش هيبقوا محتاجين اكتيفيشن. ده 18 ذرة كربونة اللي هو الستريك اسيد، ستريك اسيد بس، هو بيقول لي سترول كو اي، دول الاثنين دول مش محتاجين اكتيفيشن، فبالتالي عشان هما فيهم كو اي على طول، يعني وعدت لك فيهم كو اي، فمش هتطرع الاثنين بتوعهم. طيب مش هتطرع الاثنين بتوع الاكتيفيشن، نركز على الاثنين بتوع الاكتيفيشن دول. لو اعطاني مثال اسمه تراي بالميتين جليسترول، التراي بالميتين جليسترول ده هو كحول جليسترول ماسك فيه 3 بالميتيك أسيد. 3 بالميتيك أسيد، حلو. احنا عارفين من موديول البلد، او دي المفروض ان انتم مش عارفينها يعني تحفظوها، ان الجليسترول بيطلع لي 22 ATP. فالجليسترول طلع لي 22 ATP، والبالميتين اللي هو البالميتيك أسيد انا عارف هو بيطلع كام ذرة كربونة، عارف ان هو بيطلع لي 129 ATP بعد ما طرحت الاكتيفيشن بقى وكله وكل ده، بس هضربهم في 3 عشان هو قال لي تراي بالميتين، ده البالميتين الواحد بيطلع 129، فانا هضرب بقى
التراي بالمتين ده حضرتك طالما عندي البالميتيك الاسيد واحد بيطلع 129 في 3، 3 اللي هو التراي بالمتين زائد ال 22 بتوع الجليسرول هيطلع لي 409 اي تي بي. هو مثال صعب شويه بس احنا للعلم بالشيء مش اكتر. نكمل الريجوليشن بتاع البيتا اوكسيديشن. الريجوليشن بتاع البيتا اوكسيديشن، انا بعمل بيتا اوكسيديشن لما اكون محتاج ايه، محتاج انرجي، فاكيد لما ازود الاي تي بي هيعمل لي فيدباك انهيبيشن طبيعي جدا لان انا بكسر عشان اطلع طاقه، فطلع لي طاقه كتير فاكيد مش محتاج بقى طاقه تاني. بيقول لك كمان ان المالونايل كو ايه اللي بيتكون اثناء الفاتي اسيد سينثيسيس بينهبت الكارنيتين شاطل اكيد، وبينهبت البيتا اوكسيديشن اكيد، لان المالونايل كو ايه بيتكون وانا بصنع، هو مركب بيتكون وانا بصنع فاتي اسيد، فطبيعي ان انا ما ينفعش اكون بصنع او بطلع فاتي اسيد وايه وبهدمها في نفس الوقت، فمش طبيعي ابدا ان يحصل كده، فلازم ان المالونايل كو ايه يحصل يعمل انهيبيشن للبيتا اوكسيديشن. لو زادت الفاتي اسيد الفري فاتي اسيد في الدم بتعمل لي increased الفاتي اسيد اوكسيديشن طبيعي لانها سبستريت. ودورينج فاستنج والستارفيشن والستريس والابنفرين والجلوكاجون طبعا بيعملوا increased او activation للبيتا اوكسيديشن. تمام، المعلومة دي ملغية من عليكم او مش موجودة في كتاب، مش هنقولها. نكمل الالفا اوكسيديشن. الالفا اوكسيديشن دي بقى بتحصل فين؟ الالفا اوكسيديشن زي ما انا كنت عارف ان في البيتا اوكسيديشن بشيل ذرتين كربون كل مرة، في الالفا اوكسيديشن بشيل 1 كربون في المرة الواحدة. يعني انا في بيتا كنت بشيل كام؟ بشيل 2 كربون، في الفا لا بشيل كربون واحدة. بشيلها منين؟ بشيلها من الناحية اللي هي فيها ايه؟ COOH. جميل، بتحصل فين بقى الالفا اوكسيديشن؟ بتحصل في الاندوبلازميك ريتيكولم وبتحصل في الميتوكوندريا. ليه بتحصل في الاندوبلازميك ريتيكولم والميتوكوندريا؟ الإجابة المعتادة لأن الإنزيم الموجودة المسؤولة عن الباثوي ده موجودة في الاتنين دول. بيحتاج ايه بقى؟ بحتاج سيتوكروم بي 450 وبحتاج في الالفا اوكسيديشن مولكيولار اوكسجين اللي هو O2 وبحتاج الناد بي اتش بلس اتش او كو انزيم 2. بحتاج الثلاثة دول في عملية الايه الالفا اوكسيديشن اوف فاتي اسيد. جميل، هل احنا محتاجين فيها كو اي اس اتش؟ بصراحة احنا مش محتاجين فيها كو اي اس اتش. ليه بقى؟ لان انا اصلا مش محتاج ان انا اطلع طاقه، فبالتالي مش محتاج ان انا اخد كو اي اس اتش، وكمان هي ما بتهدفش ان انا اطلع طاقه، بس ده مش معناه ان هي مش بتطلع طاقه، او بس احنا الباثوي ده ما بيهدفش ان هو يطلع طاقه، بس عادي لو طلع يعني مش هدفه الاساسي ان انا احصل على انرجي. امال هدفه ايه بقى؟ اول حاجه هدفه ان انا اصنع الهيدروكسيل فاتي اسيد اللي مهمه جدا عشان اصنع البرين سريبروزايد. البرين سريبروزايد اللي هي جلايكوفوسفوليبيد مهمه جدا للبرين بتاعنا. فالهدف الاساسي من البيتا الالفا اوكسيديشن اللي انا بشيل ذره كربون مره واحده في المره عشان اعمل الهيدروكسيل فاتي اسيد. طب ازاي بعمل الهيدروكسيل فاتي اسيد ده؟ اول حاجه بجيب الفاتي اسيد بتاعي كويس خالص، وبعدين بإنزيم اسمه هيدروكسيليز الإنزيم ده بيشتغل بمساعدة ايه؟ بمساعدة ناد بي اتش بلس اتش والاو 2 والسيتوكروم بي 450. يجي مين؟ يجي الناد بي اتش بلس اتش عاطي الاتش تيم بتوعه للايه؟ للاوتو يطلع لي ميه، والناد بي اتش بلس اتش يطلع ناد بي. تمام،
ويكون لي الالفا هيدروكسي فاتي اسيد اللي بستخدمه فين؟ بستخدمه علشان اصنع برين سريبروزايد المهمه جدا للبرين. جميل. كمان الاهميه الثانيه للالفا اوكسيديشن ان انا بصنع منها، بسهل عملية البيتا أوكسيديشن. إزاي يعني بسهل عملية البيتا أوكسيديشن؟ بيكون عندي مركبات بيكون فيها مجموعة ميثايل في البيتا كربون، فأنا بستخدم الألفا أوكسيديشن علشان أشيل مجموعة الميثايل دي عشان أقدر أدخلها الإيه؟ البيتا أوكسيديشن. فبالتالي ما ينفعش اللي هو الفاتي اسيد اللي ميثايلينيتد، يعني عندها مجموعه ميثايل في البيتا كربون، ان هي تدخل بيتا اوكسيديشن. ما ينفعش، لازم يحصل لها الاول ايه؟ الفا اوكسيديشن عشان اشيل مجموعه الميثايل دي. زي مين؟ زي مثلا عندي الفايتونيك اسيد. الفايتونيك اسيد ده موجود في اللبن الملك والانيمال فات، فلازم علشان يحصل له بيتا اوكسيديشن لازم يحصل له الفا اوكسيديشن الاول. جميل. ما يقدرش يدخل البيتا اوكسيديشن غير لما يحصل له ايه؟ لما يحصل له الفا اوكسيديشن واشيل مجموعه الميثايل دي. جميل. طيب عندي بقى حاجه كلينيكال على الالفا اوكسيديشن، وهو الريفزوم ديزيز. ايه الريفزوم ديزيز ده؟ الريفزوم ديزيز هو عباره عن جينيتك ديزيز، يعني الشخص بيتولد بيه مثلا عيب وراثي او جيني. ليه بقى بيحصل عندي نقص في الانزيم ده اللي هو ايه؟ هيدروكسيليز انزيم. الهيدروكسيليز انزيم ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الفا اوكسيديشن. يعني انا دلوقتي ما بقدرش اصلا اعمل بيتا اوكسيديشن للفاتي اسيد اللي هي ميثايلينيتد في الايه؟ في البيتا كربون. فالبيشنت ده بيحصل له ايه؟ بيحصل له اكيوميليشن لارج اماونت من الفايتونيك اسيد ده في البرين. فالبرين ده اصلا موجود فيه الفايتونيك اسيد، ف بيتجمع فيه. بيعمل ايه بقى الفايتونيك اسيد لما بيزيد في البرين؟ اول حاجه بيحصل لي نيوروباثي. زي ايه؟ زي مثلا يحصل لي بلايندنس، عمى او ديفنس، صم. بسبب ايه؟ بسبب ان تجمع الفايتونيك اسيد ده. فعشان كده مثلا ممكن الام يكون ابنها عنده ريفزوم ديزيز وهي مش عارفه، وقاعده تديله ميلك وهو صغير، يعني مش في قصدها حاجه او مش بلا حاجه، ويطلع عند الولد ده فعلا ريفزوم ديزيز ومحدش عارف غير لما يكون حصل له الاعراض دي.